بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان، فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول فقرة معنا يحيى الكومي. يحيى الكومي قال لك اما قلد ولاد العم، ولاد العم نادي الزمالك من سنتين او سنة ونص تقريبا عملوا حملة ناديك يناديك، وخدوا اذن من الجهة الادارية وفتحوا صندوق تبرعات لنادي الزمالك، والبنوك سارعت من اجل خدمة نادي الزمالك عشان يجمعوا ملايين الملايين، باعتبار ان نادي الزمالك صاحب الشعبية الجارفة، شعبية من المحيط للخليج، لا ده مجرد ضرب التبانة كلها زملكاوية. وقد كان عملوا فتحوا باب التبرع وما جمعوش حوالي 7-8 مليون جنيه، منهم 5 مليون جنيه تبرع من بازز خالص. الاخ يحيى الكومي قال لك اما فكر بره الصندوق عايز تعمل ايه، قال لك نعمل تبرعات، بس المرة دي مش هيبقى صندوق واحد بس، لا 3 صناديق، اللي عايز يتبرع يتبرع، ويلا ورونا بقى جمال المانجا الاسماعيلاوي واحنا في موسم المانجا، لمولنا بقى ملايين الملايين عشان نبدا نجيب صفقات وندلع الاسماعيلي ونحط الاسماعيلي على الطريق الصحيح. يا جماعه نفس الكلام اللي انا هقوله دلوقتي قلته قبل كده لما الزمالك قال لله يا محسنين، اللي مش قد الاداره يتكل على الله. انت النهارده كيحيى كومي او كحسين لبيب او اي حد، طالما حضرتك ارتضيت انك تكون رئيس مجلس ادارة، وريني بقى شغلك، وريني الفكر بتاعك، وريني ازاي تقدر تجيب الجنيه للنادي اللي انت بترقصه. لكن ما اسهل عليا ان انا اجيب واحد من الشارع، انا لو رحت جبت واحد ماشي في الشارع، لو رحت لسواق توك توك على راسي من فوق، تعالى يا عم الحاج، تعالى انا همسكك نادي سين صاد عين، هتبقى رئيس النادي بتاعه، هتعرف تجيب له فلوس؟ هقول لك اه بسم الله الرحمن الرحيم، افتح باب التبرعات، سهل خالص. انت فرقت ايه النهارده عن رجل الشارع العادي؟ فرقت ايه النهارده عن المشجع العادي؟ مفيش. يمكن المشجع العادي عنده افكار اعلى منك. هو انت ما عندكش يا كومي الا الاهلي، واشمعنى الاهلي والاهلي بياخد رعايه قدنا 10 مرات؟ طب ما تشتغل عشان تعرف تاخد زي الاهلي، اشتغل واسعى واتعب وطلع لعيبه واكسب بطولات عشان تبقى نص الاهلي ولا ربع الاهلي ولا خمس الاهلي. لكن بمد الايدين، المهم الاخ يحيى الكومي قال لك لو فضلت التبرعات بالشكل ده وبالضعف ده انا هلغي المبادره وهرجع الاموال لاصحابها. طبعا جمعوا كام يا جماعه؟ جمعوا 650,000 جنيه، مبلغ رهيب، ما يجيبش جنينة مانجا. بالمناسبة عايز اقول لك ان ال 650 دول منهم 500,000، 650,000 جنيه مش مليون، منهم 500,000 دفعها يحيى الكومي. يعني جماهير الاسماعيلي برجال اعماله بسلطاته ببابا غنوجه بمانجته ما كملش غير 165,000 جنيه. تعال نروح للنادي المنافس. طبعا النادي الاهلي بمجرد ما المواقع والقنوات وطلع سيف الوزيري قعدوا يتكلموا على القطرية للجوية والقطرية للطيران، قطر ايرواي ورعايتها المنتظرة للنادي الاهلي، عايز اقول لك ان النادي المنافس بدأ يستجدي، مش عايز اقول يتسول، يستجدي القطرية من اجل رعايته. ما هم عايشين على فكرة اشمعنى، هم عايشين على فكرة اشمعنى، تركي الشيخ جه يدعم النادي الاهلي فنروح نمد ايدينا لتركي الشيخ ادعمنا، هو مش الاهلي اداك الرئاسة الشرفية هنخليك انت كمان رئيس شرفي، مش عارف مين بيدعم الاهلي ادعمنا، برزنتيشن بتاخد رعاية الاهلي ارعونا، القطرية عايزة تاخد رعاية الاهلي ارعونا،
فلعبوا لعبة. ايه هي اللعبة؟ طبعا في مباراة هتتلعب مباراة ودية خلال الايام اللي جاي. فبدأوا يفتحوا خط مفاوضات مع الشركة القطرية الجوية. يا جماعة احنا عايزين ننجح كاس العالم وعايزين ننجح البطولة وعايزين وعايزين وعايزين، ايه رأيكم لو تعملوا عروض للجمهور بتاعنا؟ احنا اكبر جمهور في مصر وافريقيا وفي السودان وفي ماليزيا وفي دول مجرة درب التبانة وما وراء مجرة درب التبانة بعد البنزين على ايدك الشمال على طول، احنا اكتر ناس في المجرة بتشجع النادي ده، فايه رأيكم تعملوا لنا عروض خاصة بنا احنا وتعلنوا ان انتوا شريك رسمي معانا كده؟ هتلاقوا ناس تجيلكوا بالايه بالكوم. قطرية قلت لك عروض ايه باشا؟ واحنا داخلين اهلا رمضان، اللي عايز يجي اهلا وسهلا، اللي مش عايز يجي عنه ما جه، في ملايين عايزه تيجي مكانه. انتوا بتتكلموا في ايه يا اخوانا؟ انتوا هو مفيش كرامه خالص، مفيش كرامه خالص. هو فين الكرامه؟ فين الجعجعه اللي بتقعدوا تجعجعوها واحنا نادي الكرامه واحنا فين الكرامه؟ الدنيا اماره على الكرامه، مفيش اي كرامه، مفيش اي كرامه خالص، مفيش اي كرامه خالص. اخ رضا عبد العال طلع قبل كده قال لك المركب ترند، يلا ما محدش بيفتكر بقى، وقال لك احلق شعري، احلق شعري وامشي سلتي ملتي ارعطة زلبطة لو بيراميدز ما كسبش الدوري. طبعا بيراميدز ما كسبش الدوري. تعالى يا عم رضا خليك راجل ونفس كلمتك، قال لك لا 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 لا، ورفض يحلق شعره على الهوى قدام الناس. طب ليه عملت فيها راجل وسبع البرومبا وانا الذكر وانا الاسد وطلعت وقلت احلق شعري واعمل شعري؟ عشان تعرف ان كل كلامك اغلبه هكس، ان لم يكن كله، كله هكس في الهكس، كله هكس في الهجايس، كله هكس في الهجايس. اعتقد على القناة المحترمة اللي بتستضيف رضا عبد العال انها تلغي العقد بتاعه لانه ما طلعش قد كلمته. عايز اقول لك صحفي من الصحفيين الزملكاوية، يعني رمضان صبح يا جماعة، والله الكلام ده مش بنقوله كده للاستهلاك، ده كلام بمعلومات من مصادر موثوقة. وطلع كابتن اكرامي اكد على كلامنا ان رمضان يتمنى انه يرجع النادي الاهلي، وفعلا حصل بدل المرة 2 و3 و4 و5 و5. واكرامي كابتن اكرامي الشحات كان له تدخل مرة واتنين في الموضوع ده، عشان رمضان ندمان، رمضان عرف غلطه، ولد صغير وغلط، الفلوس اغرته، الملايين اغرته، وباع النادي الاهلي عشان خاطر الفلوس. فالولد ندمان ومستعد يطلع في اي قناة يعتذر للنادي الاهلي، في اي وسيلة يعتذر للنادي الاهلي. ايه انت بقى اللي مزعلك كزملكاوي؟ انت كصحفي زملكاوي ايه اللي مولعك؟ ايه اللي حرقك؟ اجيب لك كينا كومب؟ بجد اجيب لك كينا كومب؟ ايه اللي مزعلك يا ابني؟ رمضان يجي الاهلي ما يجيش الاهلي، انت ايه اللي حرقك؟ يكفي يكفي ان رمضان رافض يجيلك، ولحد النهارده رمضان بيحلم ان الاهلي يفتح له الباب، بيحلم ان الاهلي يفتح له الباب. لكن زي ما بقول لك، هي الكرامة يا رجل اشياء لا تشترى، اشياء لا تشترى. انا النادي الاهلي نادي شايف ان اللاعب بتاعي لا يستحق انه يرجع لي تاني، رمضان ما يستحقش، بعني مرة خلاص، رجع وندم وعايز يعتذر، انت مالك عشان تطلع تقول لي ما حصلش؟ ما حصلش ايه يا ابني؟ ده حماه اللي هو ابو زوجته، ومش بقول لك على واحد زلنطاحي، لا ده راجل كبير في السن وراجل محترم كابتن اكرامي، بيقول لك رمضان ندمان وعايز يرجع الاهلي ويتمنى يرجع النادي الاهلي. تطلع انت عشان تثبت صحه موقفك او صحه كلامك تقول لا ما حصلش ورمضان ما قالش كده؟ يا ابني انت هتبقى ادرى من حماه، انت هتبقى ادرى من حماه.
ده انت لو فردت، لو فردت جزمته مش هتطلع تدافع عنه كده. لو انت فردت جزمة رمضان القديمة مش هتطلع تدافع عنه كده. هو مفيش كرامة خالص. انا اهلاوي بقول لك لا يشرفني ان رمضان يرجع، لا يشرفني ان رمضان يرجع. عارف ليه؟ لان احنا عندنا كرامة، كرامتنا اغلى ما لدينا ومبادئنا اغلى ما لدينا. لكن في ناس يا حبيبي ما عندهاش اي كرامة، في ناس ما عندهاش اي كرامة. عايز اقول لك الزمالك تلقى ضربتين موجعتين النهارده. الضربة الأولى يا منجي نجي، في إيه يا عم؟ الهلال السعودي بيعلن عن قائمة المحترفين الأجانب اللي هيشاركوا في ماتش لوسيل، الماتش بتاع الزمالك يوم 9/9 الساعة 9. فيريرا جهز الشكارة، فيريرا جهز شنطتك يا حبيبي. الزمالك هيواجه الهلال، والهلال متحمس جدا. لما تسمع قائمة المحترفين بتاعة الهلال هتموت على نفسك من الضحك. اللي هيحصل يوم 9/9، الهلال قائمة الأجانب عنده جانج هيون سو، خلي بالك يا زملكاوي الفرقة دي باللعيبة الأجانب دي أنا لزعتها أربعة، اديتهم أربعة، ومش ماتش ودي، ده ماتش رسمي، ورسمي الرسمي ده انا بلعب في كاس عالم انديه تالت ورابع، يعني انا معلم عليهم. اما اشوفك بقى تعمل معاهم ايه عشان ما تجيش تقول انا كنت بلعب اجانب ومش اجانب. جانج هون سو المدافع الكوري، جوستافو كويلار لاعب خط الوسط الكولومبي، لوسيانو فيتو لاعب وسط ارجنتيني، ماسيو بيريرا لاعب وسط برازيلي، ميشيل دالجادو جناح برازيلي، اندري كاريلو جناح بيرو، موسى ماريجا مهاجم سنغالي، واوجيون ايجالو مهاجم نيجيري. هتلاحق على مين ولا مين ولا مين؟ وايه اسكت، مش عايز اقول لك الكبيره، مفيش حكام مصريين يا زمالك في الماتش ده، يعني اللاعب رقم واحد مش موجود. واجه مصيرك يا رجل، استعد استعد يا جدو، جدو انا قلبي برتقان بليلة، استعد يا حبيبي وخد معاك شكارة. بس اوعى تروح تلعب لعبة علاء عبد العال، رص الاتوبيس وتخلي عواد يضيع نص الماتش ونص الماتش التاني المدافعين يشتتوا فيه. النادي الاهلي، فاكرين يا اخوانا فترة كاس العالم للاندية؟ فاكرين تعنت الفيفا والاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي لما لعبنا مباراتنا الاولى ضد مونتيري بطل المكسيك وبطل امريكا الشمالية والكونكاكاف؟ فاكرين لما لعبنا بدون اللعيبة الدولية محدش اتحرك عشان يقف جنب النادي الاهلي؟ لا اتحاد الكورة اتحرك، ولا هاني ابو ريدة اتحرك، ولا حد اتحرك. ده وانا بلعب فين؟ كاس العالم للاندية، اعلى واغلى بطولة على مستوى الاندية في العالم. النهاردة الزمالك رايح يلعب ماتش سوبر لوسيل الودي الحبي. الزمالك نادي الكت اتشادي، ودي ضربة قاضية بالنسبة للزمالك، قرروا ان الماتش بتاعهم مش هيلعبوه في القاهرة. نو ابسولوتلي، احنا هنلعبكم في ياوندي. مش بس كده، ده انا هلعبك في ياوندي يوم 10/9 بالنهار، يعني خلص ماتش الهلال وما ادراك ما الهلال، هات الشكارة بتاعتك وتعالى لي على الكاميرون عشان تلعب معايا الساعة 3 العصر. فين؟ في ياوندي، في الكاميرون. لحد اللحظة النادي التشادي رافض كل الضغوط. هاني ابو ريدة بيحاول يقنع بتوع الكاف ان هم يجبروا
يجبروا بتوع تشاد ان هم ياجلوا الماتش 3 4 ايام. ليه؟ عشان خاطر الزمالك. يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه. هنا بوريدا بيتحرك وبيتدخل عشان خاطر الزمالك. لكن لما الاهلي اللي بيشرف مصر في كل مكان بيلعب كاس عالم انديه محدش اتحرك، محدش عبرنا، محدش سأل فينا، محدش سأل فينا. لكن ربنا معانا، ربنا سبحانه وتعالى معانا. رحنا كسبنا مونتيري، كسبنا الهلال في الثالث والرابع وجبنا البرونزية وشرفنا مصر بالمناسبة ورفعنا اسم مصر عالي. السؤال لمصلحة مين هاني بوريدا واتحاد الكرة وقتها ما تحركش عشان خاطر النادي الاهلي؟ لمصلحة مين؟ انت مكسيكي ولا سعودي ولا برازيلي ولا ايه بالظبط؟ دول التلات فرق اللي شاركوا في كاس العالم في سكة النادي الاهلي. شكرا ليكم، سلام.